Thank you for being here with us today on such an important trip, and I would like to thank the governor and the minister and all the Egyptian government, the Prime Minister De Croo, and I conclude our trip to the region today at the Rafah crossing after two very intense days in Israel, Palestine and Egypt. التي تجري في فلسطين والمتابعة المصرية لهذه الأحداث. هذه الرحلة إلى المعبر أتت بثمارها والأهداف التي تمنيناها, وكانت الأهداف هي أن نشارك جميع الأعضاء في نشر التضامن والسلام. نحن هنا في معبر رفح على مسافة قصيرة من منطقة تحدث بها العديد من التوترات وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية, ولذلك من الضروري أن يكون هناك وقف إطلاق نار لمعالجة الأزمة والوضع الإنساني الكارثي الذي يلحق بهذا الشعب. هذا الصباح في القاهرة توجهنا بالشكر للرئيس السيسي على الجهود الحثيثة لمتابعة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإدخالها إلى هناك, ونحن نسعى إلى إدخال المزيد من المساعدات الطبية والوقود إلى غزة هذا الأسبوع. مصر ورئيسها السيسي الآن يقومون بوساطة جيدة للغاية. أشكره شكرا جزيلا على جهود الوساطة الحثيثة الذي يتابعها. عقدنا العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء نتنياهو لمتابعة الجهود التي يقودونها للرد على هجمات 7 أكتوبر, وطلبنا هذه الهدنة الإنسانية وطلبنا إطلاق سراح جميع الرهائن, فلجميع الأطراف الحق في الدفاع عن أنفسهم, ولكن أيضا في سياق احترام القانون الدولي الإنساني وعدم ارتكاب هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين. فنحن الآن نسعى إلى السلام, وهذا ما شاركناه مع رئيس الوزراء نتنياهو أمس. فيجب إنهاء هذه الحلقة من العنف والتي غيمت على المنطقة بأكملها لعقود, ويجب إحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين. فلا يمكن العيش تحت هذا الحرب والمعاناة لمدة أطول من ذلك. جئنا إلى هنا لإحلال السلام والاستقرار, ولذلك يجب علينا زيارة القطاع وعرض مستقبل من السلام على الشعب الفلسطيني في غزة. فلا بد على إسرائيل أن يكون لها نهج شامل في معالجة الأزمة, وكذلك في الضفة الغربية وشرق القدس. والحل الوحيد هو حل الدولتين والالتزام بمعايير المجتمع الدولي. فالاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي دعوا إلى مؤتمر لإحلال السلام في أسرع وقت ممكن. فنحن نأمل في إحلال السلام لإسرائيل وفلسطين, ويجب أن يكون إسرائيل وفلسطين طرفا في هذا المؤتمر. فنحن على استعداد لإحداث ذلك وعلى تمكين حل الدولتين, فهو الحل الأمثل لإحلال السلام على المنطقة, ولكن لابد من إنهاء الاعتداءات أولا. فنحن نريد وقف إطلاق نار دائم من أجل إحلال السلام والاستقرار لهذه المنطقة الجميلة. شكرا جزيلا.
Thank you, dear Pedro. And, شكرا بيدرو زميلي بيدرو شانشيس نأتي هنا برسالة تضامن وإنسانية على الناحية الأخرى من هذه الحدود هناك اعتداءات مرعبة فهناك العديد من المدنيين تم قتلهم وكالعادة الضحايا هم أكثر من النساء والأطفال تمزقت عائلات وتمزقت مجتمعات محلية عديدة فلإسرائيل الحق في الدفاع عن المدنيين والهجمات المرعبة الإرهابية التي ارتكبتها حماس فلا بد من إطلاق سراح جميع الرهائن البريئة بالطبع يحدث إطلاق سراح رهائن اليوم ولكن يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فرجاء اطلقوا سراحهم جميعا الآن يجب أن تنهي حماس الهجمات الإرهابية التي بدأتها في 7 أكتوبر والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل لإيقاف هذه الهجمات يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني فالعمليات العسكرية يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني فقتل المدنيين لابد أن يتوقف الآن فالعديد من الناس قد ماتوا بالفعل فتدمير غزة ليس مقبولا فنحن نرفض تدمير مجتمع بالطريقة التي تدمر بها غزة الآن لدينا برامج غذائية وعديد من الأطنان الغذائية التي تسلم لشعب غزة الآن فنحن نتحدث عن المياه والوقود والأدوية وأشكال أخرى من الاحتياجات الأساسية فليس لدينا أي وقت لنضيعه قبل إرساء وقف إطلاق نار كامل لذا يجب علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا لإيصال هذه المساعدات إلى الناحية الأخرى من الحدود وتبذل مصر كل ما في وسعها وأود أن أتوجه بالشكر للإدارة السياسية المصرية على جهودها في هذا الصدد لإدخال المساعدات الإغاثية فنحن نرسل الأدوية والأدوات الصحية ولدينا المزيد من المساعدات ستأتي على مدار الأيام المقبلة ولدينا رسالة هامة وهي نعطيها هنا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي فإنه ليس هناك حل عسكري لهذه الأزمة فيجب أن يتحدث الناس إلى بعضهم البعض فالحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن علينا إيقاف المستوطنات في الضفة الغربية وإيقاف قتل المدنيين علينا احترام القانون الدولي الإنساني والتأكد وضمان أن جميع الأطراف تلتزم بالمعايير والقواعد وبالطبع يا بيدرو نحن نأمل أن هذا المؤتمر يحدث بأسرع وقت ممكن وأنا أخاطبكم جميعا هنا مئات من المتطوعين يشاركون الرسالة التي نريد أن نرسلها هنا رسالة الإنسانية والتضامن يمكنني فقط أن آمل أن الحماسة التي لديكم هنا تقابلها نفس الحماسة في على الجانب الآخر وأن تصل هذه المساعدات لمستحقيها من شعب غزة هذا إيقاف النار إطلاق النار المؤقت حل جيد ولكن مسعانا هو وقف إطلاق نار نهائي ودائم شكرا Mr. De Croo, this is Mohammed Gad from Al-Qahira News. هذا محمد جاد من القاهرة الإخبارية. أود أن أسألكم سؤال. The mediation that took place by Egypt. الوساطة التي قادتها مصر والولايات المتحدة وقطر والتي أوصلتنا إلى هذه الهدنة اليوم. كيف ستدعمون هذه الوساطة لتمديد وقف إطلاق النار؟
لمدة مدة أكثر من 4 أيام. شكرا لسؤالك. فيوم واحد أمر جيد، 5 أيام أفضل، ووقف إطلاق نار كامل هو الهدف الأوحد. فنحن نبذل قصارى جهدنا لاستغلال هذه اللحظة لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين. فهناك 1000 شاحنة وتقف هنا، ونحن نسعى لإيصالها إلى الداخل، ومن ثم سنتحدث. فليس هناك حل عسكري للأزمة، هناك فقط حل سياسي. وأنا آمل أن وقف إطلاق النار يبدأ بعد آمل أن نستغل هذه الفرصة، وأن هذه العملية تؤدي إلى فرص عديدة. ليس لنا ألا نستغل هذه الفرص. أنا أتفق مع زميلي، وقف إطلاق النار هذا خطوة للمضي قدما، ولكنها ليست كافية. فالمجتمع الدولي اتفق أنه علينا السعي نحو وقف إطلاق نار نهائي للأغراض الإنسانية والإغاثية. وأود أن أسلط الضوء على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على الهدن الإنسانية والممرات الإنسانية، وهذا أمر واجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة. فأمل أن هذا وقف إطلاق النار وهذه الهدنة هي بداية نحو وقف إطلاق نار كامل، حتى نبدأ مفاوضات ومحادثات السلام وحل هذا النزاع ووضع حد لهذه الأعمال العنيفة، ونشر الأمن والاستقرار وإيصال المساعدات الإغاثية. لكما رئيسي الوزراء، تحدثتما مع نتنياهو، هل ترون أي فرصة لإحلال السلام قريبا؟ هل أنت تشعرون بالتفاؤل أم لا بعد هذا الاجتماع؟ شكرا كارلوس على سؤالك. أعتقد أن الشيء الأهم هنا هو أننا نذهب إلى عقد هذا المؤتمر، ولدينا أهداف لتحقيقها. والأول هو وقف إطلاق نار كامل واحترام قانون الدولي الإنساني، وإيقاف هذه ردة الفعل غير المتناسبة التي تشنها دولة إسرائيل، ونعمل نحو تحقيق حل الدولتين الذي سيحل السلام والأمن والتعايش بين الدولتين إسرائيل وفلسطين. أعتقد أن هذه لحظة تتسم بالزخم، فيجب أن يشترك المجتمع الدولي في تحقيق حل دائم يمكن لجميع الأطراف الالتزام به، ويجب أن يوفر هذا الحل السلام والاستقرار والأمن والازدهار الذي يأمل الشعب الفلسطيني والإسرائيلي إليه. مؤتمر السلام يمكن أن يعقد فقط إذا اتخذنا خطوتين. الخطوة الأولى هي إطلاق سراح جميع الرهائن، وكذلك وقف قتل المدنيين الأبرياء. هذه هي الأولوية التي سنسعى إلى تحقيقها في الأيام المقبلة. لدي سؤال من بلجيكا. رأينا مئات من الشاحنات على الحدود، كيف لنا إيصال هذه المساعدات إلى من يستحقوها بالفعل؟ أولا أود أن أشكر السلطات المصرية وجميع من يعملون هنا على استعدادهم. ما أراه هنا على هذه الناحية من الحدود فأنهم يوفرون كل المساعدات الإغاثية الممكنة، فنحن نأمل أن تكون هناك نفس الاستجابة على الناحية الأخرى من الحدود.
فهذه هي النقطة الوحيدة هنا للعبور إلى غزة، فنحن يجب أن يكون لدينا أكثر من نقطة، يجب أن يكون لدينا نقطة تواصل من شمال غزة أيضا، من إسرائيل وليس فقط من مصر، ونأمل في أسرع وقت ممكن يجب أن يتوفر لدينا نقطة إيصال من إسرائيل. الكثير هنا يعملون على قدم وساق ويشعرون بالإحباط لعدم إيصال المساعدات والاستجابة الإنسانية إلى الداخل، وهذا ليس عدلا من جانب الحكومة الإسرائيلية، فيجب أن تكون الاستجابة تتسق مع القانون الدولي الإنساني واحتراما لحياة المئات من الأطفال والنساء الذين يعانون من تداعيات هذه الهجمات العنيفة. لذا علينا أن ندعو إسرائيل لتحقيق والالتزام بمبادئ الديمقراطية والالتزاماتنا نحو القانون الدولي الإنساني، ويجب أن تلتزم إسرائيل بذلك. لذا هذا ما أشعر به حيال تلك الشاحنات المتراكمة والإحباط الذي يشعر به مواطن غزة، فهذا ليس عدلا، ويجب أن علينا القيام بالشيء الصحيح وهو إدخال المساعدات الإنسانية لمن يستحقها. وفي هذه الحالة تعمل الحكومة المصرية على إيصال هذه المساعدات، ويجب علينا الوقوف وراء هذه الحكومة لدعم اللاجئين والمصابين الذين يأتون من غزة. أولا اسمحوا لي سيدي رئيس الوزراء، سأتحدث بالإسبانية. Más de 30 años sin que nada haya cambiado, usted ha prometido impulsar en la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino. Queríamos preguntarle si estaría dispuesto a que España haga ese reconocimiento de manera unilateral. Y, Prime Minister De Croo, the same question for you, please. Do you contemplate a unilateral هل تأمل في أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطين؟ أعتقد أن اللحظة قد جاءت للمجتمع الدولي وخاصة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين، وأعتقد أنه سيكون من المهم أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي أن نعترف بالدولة معا جميعا، ولكن إذا لم يكن الحال كذلك ستأخذ إسبانيا قراراتها. أولا الأولوية هي تحرير الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار، هذه هي الأولويات الآن، وهذا هو ما نسعى إلى تحقيقه لتخفيف معاناة المدنيين في غزة، ونحن نقوم ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الأهداف. كما قال بيدرو، يجب أن يجلس جميع الأطراف على طاولة الحوار والتحدث معا، ولكن الأولوية هي مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإغاثة. فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يقول العديدون أن هذا ليس حل مثاليا دون وقف إطلاق نار فوري ونهائي. ماذا تفعلونه حيال فرض إطلاق نار فوري وتام؟ منذ بداية هذا النزاع تحدثنا كثيرا وبفاعلية وطالبنا السلطات الإسرائيلية بالتوقف ووقف إطلاق النار بشكل نهائي، وهذا ما دعونا له منذ بداية الأزمة
وقبل أي من حلفائنا من الدول المختلفة. فعلى جانبنا فنحن موقفنا ثابت وواضح منذ البداية، وهو إيقاف العنف وتنفيذ وقف إطلاق نار كامل والسماح بدخول المساعدات إلى غزة. كما قلت، اليوم لدينا وقف إطلاق نار مؤقت وسيصبح دائم في الأيام المقبلة إذا حررنا المزيد من الرهائن. هذه هي الخطوة الأولى. فالوقف إطلاق النار الدائم يأتي بتنفيذ هذه الخطوات، وهذا وحل هذا النزاع لن يكون بالعنف ولكن سيكون بالحوار. وأعتقد أن جميع الجوانب لديها مسؤولية تطلع بها لتحقيق هذا الهدف، وعليهم اتخاذ قرارات مهمة. من التلفزيون البلجيكي، ولدي سؤال قد يكون شخصي. لقد قضيتم يومين في هذه المنطقة، ما الذي تشعرون به وأنتم الآن عائدون إلى أوروبا؟ أولا نحن متفائلون ولدينا الكثير من الأمل، فهناك الكثير من المتطوعين الذين يمكنكم رؤيتهم هنا يريدون مساعدة من يستحقون المساعدة والإغاثة، ولكن هذا ليس كافيا. علينا العمل نحو وقف إطلاق نار تام، وهذه هي الرسالة التي نسعى إلى إيصالها. الرسالة الأخيرة هي لقد عانى الكثير من المدنيين، وإيقاف هذه المعاناة هي الأولوية الآن. إيقاف العداء والقتال وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات، هذه هي الرسالة الأولى والأخيرة التي أتينا هنا لإيصالها. بالنسبة لي، رأيت شاب يبلغ 19 عاما قابلناه في الكيبوتس في إسرائيل، عانى بالطبع من هذه الهجمات التي شنتها حماس، وكان يخبرنا أنه على استعداد لإعادة بناء بيته الذي ينتمي إليه. وبالطبع شاهدتم هذه الصور للكثير من الأطفال ينتظرون السماح بإدخال المساعدات إلى غزة. فكما قال صديقي هنا، نحن متفائلون لإعادة البناء، ولكن هذا الأمل لا يكفي، ولكننا نشاركه لأبناء إسرائيل وفلسطين معا. شكرا جزيلا.